بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نخصص هذا الشريط لشرح أهم العناصر المحتمل أن ترد في شهادة تعليم متوسط لدورة جوان 2021، وهذا حسب مخطط التعلم الاستثنائي الخاص بالسنة الدراسية 2020-2021. وسنبدأ على بركة الله بمادة التاريخ، ونحاول أن نشرح كل مقطع لوحده، ونبدأ بالمقطع الأول المتمثل في الوثيقة التاريخية. فأول وضعية في هذا المقطع هي وضعية خاصة بتحليل الوثيقة التاريخية، وقد تطرقتم مع أساتذتكم إلى خطوات دراسة الوثيقة التاريخية، وأخذتم أول وثيقة وهي وثيقة بولينياك. فأي وثيقة تعطى لكم يجب تحليلها عبر 3 مراحل، أولا تقديما، ثم تحليلا، ثم استنتاجا. وسوف نركز في هذه الحالة على التقديم فقط، باعتباره هو الوحيد الذي كان يرد في شهادات تعليم متوسط سابقة. ففي التقديم نبدأ بتعريف صاحب الوثيقة تعريفا مختصرا، واحتمال أن يكون صاحب الوثيقة من الشخصيات التي درستها خلال السنة الدراسية الحالية، ثم تحديد طبيعتها. فهذه الوثيقة إما أن تكون رسمية، والرسمية تكون صادرة عن هيئات ومسؤولين رسميين، أو تكون غير رسمية صادرة عن أشخاص وشخصيات عادية. وفي شكل ماذا؟ فمثلا رسالة بولينياك هي رسالة رسمية، باعتبار بولينياك هو رئيس الوزراء الفرنسي في عهد الملك شارل العاشر. إذا نقول الوثيقة أو رسالة بولينياك هي عبارة عن وثيقة أو وثيقة رسمية في شكل رسالة. ثم بعد ذلك يأتي مصدر الوثيقة، فمصدر الوثيقة تجده في أسفل النص، وهو عبارة في الغالب يكون عبارة عن كتاب أخذ منه هذا النص. ثم بعد ذلك الإطار المكاني، يعني المكان الذي كتب فيه هذا النص، بالإضافة إلى الإطار الزماني، وتجد كلا من الإطار المكاني والزماني في النص. ننتقل إلى العنصر المهم جدا، وهو أسباب احتلال فرنسا للجزائر. فهذا العنصر يجب حفظه لشدة أهميته. أولى هذه الأسباب هي الأسباب الغير حقيقية، وهي مباشرة، وأولها حادثة المروحة بين الداي حسين والقنصل الفرنسي ديفال، بالإضافة إلى رفض الداي حسين تقديم اعتذار لفرنسا. أما الأسباب الحقيقية وهي غير مباشرة، فكانت فرنسا تطمع في خيرات الجزائر كالمرجان والزراعة وغيرها، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الهام للجزائر والحقد الصليبي المسيحي على الإسلام. ننتقل الآن إلى الوضعية الثانية من المقطع الأول، وهي الاحتلال الفرنسي للجزائر. وأول عنصر فيه مراحل الاحتلال التي مرت ب3 مراحل مهمة، هي أولاً مرحلة الحصار البحري، والتي دامت 3 سنوات، كان الهدف منها إضعاف الجزائر وعدم تلقيها مساعدات من الدولة العثمانية. المرحلة الثانية مرحلة الهجوم وسقوط العاصمة، حيث أقلعت الحملة الفرنسية من ميناء طولون بقيادة دي بورمون، ووصلوا إلى سيدي فرج
يوم 14 جوان 1830، وبعد عدة معارك وصلوا إلى العاصمة، حيث تم توقيع معاهدة الاستسلام وسقوط العاصمة يوم 5 جويلية 1830. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التوغل والتوسع نحو المدن الداخلية والهضاب العليا والمناطق الصحراوية. ومن نتائج الاحتلال الفرنسي للجزائر نهاية الحكم العثماني بالجزائر، وتطبيق الاستعمار الفرنسي للسياسة الاستعمارية، بالإضافة إلى اندلاع المقاومات الشعبية الرافضة للاحتلال.